لا بس وجاءت اللحظة الحاسمة، بالظبط. لحظة الاعتزال، في سن 28 سنة. دي كانت حضرتك قلت قبل الفصل انه كانت بسبب الإصابة بس، ما إصابة. كانش في اي لا سبب بالعكس، تاني. ده انا كنت عامل الموسم اللي قبليه على طول، اللي انا بحكي لك عليه ده، اللي حكيت لك عليه، انا كنت افضل لعيب في الفرقة ان شاء في الله. الموسم ده، يعني في الماتشات كاس دي كلها الحمد لله كان ليا دور كبير جدا 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 في ان احنا يعني ربنا يكرمنا وناخد بعد كاس الكاس. مصر، كاس مصر، في ابتداء في الموسم الجديد بقى، اولا انا سافرت في الاصابه، انا سافرت انجلترا مرتين تتعالج. يعني اتعالج، يعني مره قعدت 10 ايام، وبعد كده لما رجعت برضو رجعت لي كانت تاني، الاصابه قطع في العضله الاماميه، قطع عمل تليف. دي كان عند الكابتن طارق بوزيت تقريبا حاجه كده. كان طارق بوزيت برضك نفس الحكايه، كان كان عنده حصل له مشكله. تليف في العضله الاماميه، ومشكله ان هي ايه، عمل عمليه كمان فيها، ودي ما مش مفروض ما تتلمس، يعني المفروض حاجه التليف دوت ما يتلمس. فين ده طار، انت عارف رجليه كان تحس ان كان في حجر جوه، قصرت، يعني العضله الاماميه العضله قصرت، اثرت الغده، فبالتالي حتى لما كان مثلا في سبرنت في اي حاجه ما يعني ما صعب. صعب جدا. فبرضك نفس الحكايه، انا يمكن رجعت وقعدت العب برضك شويه وبتاع، وبعد كده جات لي ورحت حتى كنت بتكلم مع كاب صالح، فكاب صالح قال لي ايه، رجعت تاني وكده. قلت له قال لي طب خلاص سافر تاني، يعني كنت لسه راجع من تاني. تاني. والمره الثانيه بقى قعدت حوالي 20 25 يوم، حتى كنت مسافر مع خالد جدال كان عنده اصابه برضك، وقعدنا فيها الفتره ديت انجلترا، هناك في انجلترا، وكنا بنتعالج في نادي توتنهام. الراجل الدكتور هناك بعد حوالي اسبوعين ثلاثه كده قال لي انت العضله بتاعتك دي انت مش هتقدر تلعب كره ثاني، قال لي العضله فيها تليف، والتليف ده كل ما هتعمل سبرنت هتتمزق، كل ما هتعمل سبرنت هتتمزق. فرجعت طبعا، رحت واخد القرار على طول، يعني قعدت مع كابتن جواري وخدت القرار، قلت له لا احنا انا خلاص اخر حاجه. الدكتور قال لي انت مش هتقدر تكمل. كابتن جواري الحقيقه يعني وقف جنبي بشكل كبير جدا، لان هو كان عارف ان انا يعني يمكن ضحيت عشان النادي الاهلي وكده وبتاع، وحصل بقى ماتش الاتس.